بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. وصفة اليوم شوربة الخضرة اللابت العدس. وصفة سهلة لذيذة طيبة صحية، تنفع للدايت. ممكن الاشتراك في القناة، لايك، تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. شوف طريقة التحضير. بعمل شوربة عدس بالخضرة. كوبين عدس، العدس بينفش، بزيد حجمه، بتضاعف حجمه. حط لتر مي. كل ما نقصت المي على العدس بزيد مي اذا ما استوى. هذا الكوب بيطلع كوبين مقاس مي. حطيت 4 كوب مقاس مي. حط العدس على النار. حط الخضروات للشوربة. نص كوب بندورة، كوب ناقص شوي كوسة، نص كوب جزر، نص كوب فليفلة، ثلث كوب بصل. حرك. ممكن تحطوا الخضار اللي بتحبوها، بس تستوي الشوربة حط التوابل عشان ما تروح النكهة. 3/4 الكوب بطاطا، كوب ناقص شوي. ممكن تقلل الخضروات شوي على النار هيك بدون تقلعي اخف. مي اللي حطيتها 6 كاسات مي. حط العدس، كوب عدس. عدس بينفش بزيد حجمه. حطيت كوبين مي، 4 اكواب مي. حط العدس على النار حتى ينسلق. بعمل الخضار على الغاز. ملعقة كبيرة زيت الزيتون، 1/4 كوب بصل. قلي البصل، بس يدبل البصل شوي تطلع ريحته شوي. نحط الفليفلة. كوب فليفلة. كوب معجون الطماطم. حرك. حط 1/4 كوب مي. ملح حسب الرغبة. بس يغلي يصير فقاعات طفي النار. صار فقاعات طفي النار. ملعقة كبيرة زيت الزيتون، 3 سن توم. قلل الثوم هتطلع. حط الكزبرة، كوبين الكزبرة. حط العدس اللي سلقته، طبق القلابة. كوبين عدس بس نفش على النار. بندورة مع معجون الطماطم والفليفلة والبصل. تلت كوب ماء العدس. حرك. حط الكزبرة مع الثوم، معلقتين كبار ليمون أو الليمون حسب الرغبة، ثلث ملعقة زنجبيل، ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، ملعقة كبيرة دبس فليفلة، فلفل 1/4 ملعقة، فليفلة حمراء 1/4 ملعقة، بهار مشكل أو رشي. ما بحب البهارات كتير، يحط من كل نوع رشي. حرك المكونات مع بعضها. ممكن تحطوا مرق للعدس قد ما بدكم. نص ملعقة كمون. ممكن تحطوا لحد ملعقة كبيرة كمون. ملعقة كبيرة زيت الزيتون. ملح حسب الرغبة. 4 ورقات نعناع أخضر. رشة كركم. حط للشوربة فلفل أحمر 1/4 ملعقة. فلفل أسود 1/4 ملعقة. حرك الشوربة مع بعضها. البطاطا المسلوقة بتعطي للشوربة قوام كريمي. ما بدي اطحن الشوربة، بخليها هيك قطع. وصفة سهلة لذيذة طيبة صحية، تنفع للدايت، تنفع للريجيم. ممكن الاشتراك في القناة، لايك، تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد.